بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو سنعلن لكم أخبار مفرحة جدا 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 بخصوص اعتماد نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2022 الدوري الأول. كمان في الفيديو ده في حدث بيتم الآن داخل الكنترول خاص بأوائل الثانوية العامة، وإن شاء الله بإذن الله على الساعة 6 هقول لكم إيه اللي هيحصل بالضبط. لكن بداية، لو كنت طالب أولي أمر ومهتم بأخبار التعليم وكمان بأخبار التنسيق ويهمك تصل كل أخبار وكواليس نتيجة الثانوية العامة، فياريت تنزل تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يصل كل الفيديوهات القادمة، وياريت تدعمني بلايك الآن للفيديو، وياريت لو قدرت تشارك الفيديو ده شيره بحيث تعم الفائدة. طبعا بينتظر جميع طلاب الثانوية العامة الآن ظهور وزير التربية والتعليم ليتم بشكل رسمي الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة. لكن في مصادر أكدت لنا الآن بالتعليم أنه تم الآن الانتهاء من اختيار قوائم الثانوية العامة، حيث قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة الرئيسية في محافظة أو في قطاع القاهرة والأسكندرية والمنصورة وأسيوط انتهوا تماما من تحديد قائمة بيانات أوائل الجمهورية بالشعب الثلاثة، اللي هي الشعبة العلمية، شعبة علم علوم، وشعبة علم رياضة، والشعبة الأدبية. حيث أضاف المصدر في تصريحات خاصة أن قائمة أوائل الثانوية العامة لهذا العام سوف تكون على مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعة لاعتماد النتيجة. أما بالنسبة لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم الانتهاء الآن من رصد وجمع الدرجات، وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أنه تم الانتهاء من مراجعة قراصات الراسبين وتطبيق قواعد الرأفة القانونية اللي هم 10 درجات على الطلبة المقربين من الرسوب المقررة عليهم، وتحديد أوائل القطاعات في الشعب الثلاثة اللي هي شعبة علم علوم وشعبة علم رياضة والشعبة الأدبية. حيث أشار المصدر إلى أنه من المرجح أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة رسميا صباح الأربعاء فور عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وكشف المصدر أنه فور اعتماد النتيجة وإعلان أسماء الأوائل سيتم توفير النتيجة لجميع الطلاب عبر المواقع الإلكترونية التي لها حق أخذ النتيجة، ومن ثم عبر الموقع الإلكتروني لرابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللي هو يعتبر الموقع الأساسي اللي هيبدأ في عرض النتيجة أولا، ثم بعد ذلك رابط موقع اليوم السابع، ثم الجمهورية، ثم مصراوي، ثم صدى البلد. دي كلها المواقع اللي حصلت رسميا على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة. أما بالنسبة للخبر الأكيد اللي هيتم إن شاء الله بإذن الله الساعة 6 مساء، سيتم بأمر رسمي من وزارة التربية والتعليم إرسال كشوف نتائج أو نتيجة الثانوية العامة بالكامل إلى إحدى الجهات السيادية لطباعتها وتجهيزها. وفي حالة الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2022 الدور الأول سيتم إرسال هذه الكشوف إلى المدارس. وبكده يكون عرفنا آخر أخبار وزارة التربية والتعليم والكنترولات بخصوص إعلان أو ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2022 الدور الأول. دمتم في أمان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.